قول لي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو هي السلساو نفسه. الحقيقة أنا مش متابع فرق الأقاليم. يا نهار اسود، مش عارف السلساو منتخب البرازيل ده؟ أنت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده إن ما كانش طفش أساسا. طب أنا بقى هقوم أجيب لك التورتة اللي أنا عملتها بإيدي علشان. أيوه قومي معايا. يلا قومي 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 يلا على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيب الكورة؟ ودي بقى لما حد عملها فرحة عمله فين؟ في السلة المغطاة؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط، انت محتاج زوجة تقف جنبك كتف في كتف. دي ملهاش غير في الكتف القانوني، ودي بقى لما اعرفها بصحابها اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحدة زي دي هتجيب لطافة ورومانسية منين؟ أنا حازم بدران الحلم أي بنت مراهقة هيحصل فيه كده. إيه حازم بدران؟ حازم بدران يا سلام يا أخويا، أنت فاهم يعني أنت أنت الوحيد اللي مقطع السمكة وديلها؟ ياه شوف بدران بقى، أنا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحدة كانت تقع في دباديبي على طول. ومع ذلك لما جيت أتجوز اتجوزت أمك. قصدك مامو وحشة؟ جدا. إيه؟ قصدي أنا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفة راجل. أيوه بابا، مامو وقفت جنبك وقفة راجل، إنما أنا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني أنا هجيب لك من الآخر، المصنع ممكن يتقفل في أي لحظة يا حازم، وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس للعبيد. الحل الوحيد قدامنا إننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه أبو سلمى. آه ده الحكاية كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا ده جواز، ده جواز يا بابا. أنا قلت لك اتجوز دلوقتي، شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فترة التعارف؟ خلاص مسألة في إيدك أنت، طول في فترة التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلحة ونخلع. احنا هنستنى البطة عند البراميل اللي هناك دي. البنادق هذه اول بندقية رش. ايوه. وادي تاني بندقية رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. ايوه. حاسب حاسب انت هتصطاد انا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت بطي صوتك ليه؟ الله في ايه؟ بطي ما بلاقي البط ده يا عم؟ تعال نصطاد سمك، ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك مؤتمر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ شش. الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش ما دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. ايه اللي على النضاره دي؟ ليه؟ هتلفت نظر البط، والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. طول على النضاره. ولع الساعه دي كمان. انا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ وصل. ألف حمد لله على سلامة. أنا 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 في إيه؟ وحشي. ما تخلص يا عم مجدي عقوق. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. آه هو كان يوم أهبل من أوله. هي تضربني بالبندقية. آه وأبويا يضربني بالرش. ما كانش ناقص غير إن أبويا يخزني بمطول. ولا رؤوف ها آه. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من الناس. حازم الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده فقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطة هو اللي هيديكوا القرض يا اخي. بس لغي البت دي يعني ده انت خبره خبره. فيها فيها انت عملت ايه؟
حازم ايه في رشه واحده مش عارفه اطلعها ليه محتاجه خطاف انت اخرك فيلم علقه موت علقه موت انت مجنونه يا بنت دي انت هتجيش انا ما عنديش دم يا سافل انت هتغلطي اقسم بالله همسع بيكي بلاط السينما دي كلها ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين فعلا انت لو كان معاكي راجل كان عارف يرفد ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه مين ده قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل يا عم ده خطيبي خطيبك مش شايف اي دمع في ايديكوا لابسها في صباع رجلي يا عم ليك شوف حاجه صباع رجلك انت بتهزر اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده عارف طب تعالى لي بعد عرفي يعني انا كده انت اصلا يا ساتر يا ساتر يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده هعمل له ايه بقى حظه كده وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه المهم هتتقابلوا تاني امتى ما اتفقناش يلا تصبحوا على خير الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني يو يا فؤاد وايه اللي هيضيعه بقى وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت كنت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بيت فيه شهر يا طيب معلش انا حبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان بالنسبة بقى لموضوع الأولاد من غير ما تقول يا بدران الجواز اسمة ونصيب وإحنا برضو هنفضل أصدقاء بغض النظر عن أي حاجة الله الله ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي ما تتكسفش مني بالعكس طب أنت عارف حازم ابني قال لي إيه؟ الدموع بترغرغ فيني قال لي بابا أنا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما أعرف سلمى. للدرجة دي؟ طبعًا. طب تعرف إحنا لولا بندور للولد حازم على بنا محدقة كده وطبعًا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجة كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكرة. لزوم إيه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي ما إحنا بيوتنا واسعة. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعًا. أصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك اسكت يا فؤاد اسكت نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ الدور الفوقاني كله داخل على الدور التحتاني كمان بسيطه ابعت لك مهندس الديكور بتاعي وفي ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين والفرش هديه مني لسلمى وحازم قلت ايه الخميس الجاي كويس والله هو بس انت لك حق الخميس الجاي قريب قوي يبقى الخميس اللي بعده مبروك الف الف مبروك يا عم جواز مش هتجوز شلني من دماغك يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين ابوك اللي رباك اطلب منك طلب قد كده هو تخلى بيه تصدق انا دمعت بجد انت ممثل زباله على فكره الله يخليك انت ليه ادبك وسافر الله يخليكي بقول لك ايه انت تتجوز البنت دي ولما تاخده الكارت هو بطلقها هي حكاية البنت دي البنت دي اما عبيطة هي اما بتلغيني بس مش حلوة قوي يعني برضو تنفع في وقت زنقة لولا عادل لو قاعد في مكان وليه شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك
تعمل له ايه؟ هطبق له وشه خليه ما ينفعش. تعالوا مريض يا جدع. ده قال له واجب والله. بس انا رايي يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟